بالنسبه حق الاجهاض، الاجهاض هو يمثل فقدان حق الجنين او الفقد التلقائي للجنين من عمر 4 أسابيع الى 20 اسبوع. 4 أسابيع المراه يدوب ان هي تدرك ان هي حامل، يدوب سوت الفحص وممكن تفقد الجنين. اذا بنعطيه اجازه 60 يوم، مده الاجازه ضعف مده الحمل بتصير. هاي اول نقطه. الاجهاض شيء شائع جدا، تقريبا 10 الى 20% من حالات الحمل تنتهي بالاجهاض. سنوياً احنا نشوف تقريبا 1500 حاله الى 1800 حاله اجهاض في السلمانيه فقط. فانا ما تحكي عن بقيه المستشفيات او المستشفيات الخاصه. فالاجهاض عاده شائع جدا، واكثر الاجهاض يصير في 3 أشهر الاولى اللي هي اقل من 12 اسبوع. فاذا اعطيناها اجازه عاده هاي بتكون في خلال 3 أشهر الاولى اللي هي اكثر حالات الاجهاض اللي تحدث. الهدف بالنسبة حق المشروع طبعا هو حماية المرأة، واحنا كأطباء نعمل ونحافظ على حماية المرأة. بالنسبة طبعا القانون ينقسم إلى شقين، أول شيء الإجازة بالنسبة حق المرأة الذي تلد طفل ميت، وهاي اوريدي متحقق، أي واحدة تلد عقب الأسبوع 24 من الحمل بتحصل إجازة أمومة 60 يوم مدفوعة الأجر، سواء الطفل حي ولا ميت، فهاي اوريدي متحقق حاليا. نرجع إلى إجازة الإجهاض. طبعا بالنسبة إذا قلنا الحمل أقل من 20 أسبوع، أن فترة التعافي للمرأة اللي تحتاجها عشان تتعافى من فترة الإجهاض، أكثر الحالات يحتاجون تقريبا أسبوع. من خلال خبراتنا أطباء، من خلال إحنا المرضى اللي نشوفهم، يحتاجون أسبوع فترة تعافي. بعض المرضى يحتاجون فترات أكثر للتعافي، فمن ذلك ممكن تمتد الإجازة المرضية إلى أكثر من أسبوعين فما أكثر. فهي أوريدي موجودة حاليا في القانون. طبعا إذا احنا رحنا حق حالات الولادة، حالات الولادة اللي تشمل 9 شهور، الأم خلالها تصير فيه تغيرات كثيرة جسدية، فسيولوجية، نفسية في الأم. لما تحتاج إلى إجازة وضع، واحنا نقول إجازة الوضع تحصلها المريضة عقب 24 أسبوع من الحمل في الشهر السادس، تكون هاي التغيرات تحتاج فترة نفاس واللي هي تمتد إلى 60 يوم، فإحنا أوريدي هاي تتحقق لها. لكن ما نقدر نقارن إجازة الوضع مع إجازة الإجهاض.